في مجال دائما قتل واحده فقط وتم حلها ومعالجتها ومعالجة نشاط في مجال الشرطه الخاصه خلال هذه السنه كما تلاحظون معنا تم معاينه 4618 مخالفة في مختلف القوانين بزيادة تصل إلى 1984 مخالفة مقارنة بالسنة الماضية بنسبة وصلت إلى 42.96%. هذا العمل، هذه الزيادة تعكس التواجد الميداني الفعال للوحدات الإقليمية في الميدان. هذه ايضا هذا بفعل اللي التواجد اللي كان من خلال تنفيذ اكثر من 18,000 خدمه بين سد ودوليه. بالنظر الى خصوصيه اقليم الولايه اللي هو طابع فلاحي الدرجه الاولى، لدينا العديد من الاخلالات اللي تمس المخالفات المتعلقه بخاصه بمخالفات حفر الابار بدون الرخصه، اللي خلال هذه السنه تم معالجه 171 مخالفه في هذا الاطار. ايضا عندنا قضايا وهي سرقه الرمال اللي وصلت القضايا المعينه فيها الى 38 قضيه. اضافه لدينا ايضا ظاهره السقي بالمياه القذرة اللي قدرت ب 33 قضية. أيضا لدينا ظاهرة اللي متعلقة بالبناء بدون رخصة اللي تم معاينة من خلالها في هذا الإطار 160 قضية. هذه الأعمال ترتبت عليها حجز 77 آلة حفر، 16 شاحنة، 5 جرافات، إضافة إلى حجز 23 مضخة مائية، 5 مولدات اللي متعلقة بأيضا ضخ الماء وإلى آخره. سجلت وحدات المجموعة 18,206 محضر. هذه المحاضر أدت إلى توقيف ما يقارب 10,850 مشتبه فيه، تم تقديمهم الى الجهات القضائيه، اودع منهم 199 مخالف المؤسسات العقابيه. في الحقيقه من بين هذه المخالفات اللي هي اللي تم معالجتها بمحاضر اللي هي 18,206 تم معالجه 17,008 قضيه بنسبة معالجة وصلت إلى 92.97%. ليصلكم كل جديد، اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.